ممكن التدخين، بلكي الامراض يلي يعني ما إلها ادويه، الجلطات والسكتات القلبيه هي امراض القلب. اول مره اسمع عن هالموضوع، معلومه جديده شوي. وانا عايشه بلكي اوكي اذا حدا يعني كثير قريب علي غير والدتي ووالدي. لا اذا بصير اوكي، مستحيل ولا شخص هذا يمكن يعطيهم. لا ما اعطيهم. نفسيا انا مهيئ حالي يمكن اساعد اي واحد قدامي يعني. يا ريت يا ريت، اتمنى تجيني الفرصه واني انقذ شخص. فعلا شيء يسوى.